وإذا نذهب إلى شبكة مراسلي العربية حول العالم لكي نحتفل معهم مباشرة على الهواء في صباح العربية. نرحب بريتا سليمان من واشنطن مراسلة صباح العربية، وأيضا سلطان السلمي من جدة. يسعد صباحكم وأهلا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير. ريتا، الكلمة لك الآن، يعني نريد أن نعرف كم دقيقة حتى تدق الساعة ويحتفل الأمريكيون بالعام الجديد. صباح الخير نادين، صباح الخير سهام، كل عام وأنتم بخير. نحن في الدقائق الأولى لعام 2023 هنا في واشنطن. لحسن الحظ قبل ساعة تقريبا توقف المطر عن الهطول، ولكن الضباب بدأ يلف المكان. حرم الكاميرا من رصد الألعاب النارية التي تملأ سماء واشنطن في هذه الأثناء. دعوني أتحدث عن طقوس الاحتفال في واشنطن. هي عائلية بامتياز، الجميع يتناول طعام العشاء في منزله، ثم يبدأون بالتدفق على ضفاف نهر بوتوماك الشهير في واشنطن، حيث نتواجد الآن لمتابعة الألعاب النارية في مجمل المعالم في واشنطن في مختلف المناطق، إن كان في الناشونال هاربر أو حتى في النصب التذكارية العديدة وما أكثرها هنا في واشنطن. الأجواء من حولي كلها عائلية، حتى الأطفال تخطوا موعد نومهم بكثير فقط ليأتوا إلى هنا وليشاهدوا الألعاب النارية في سماء واشنطن. لدينا الآن هذه الألعاب مستمرة في هذه الأثناء أمامنا وأيضا من خلفي، ولكن الكاميرا لن تستطيع رصدها بسبب الضباب الكثيف الذي بدأ يلف المكان. هنا العائلات تحتفل وسعيدة جدا، حتى الأطفال تحدوا البرد أيضا والاحتفال بسنة 2023 على طريقة أهالي واشنطن على ضفاف نهر بوتوماك. طب هل من شيء جديد مميز هذه السنة في احتفالات رأس السنة الميلادية ريتا؟ غير أنك موجودة هنا طبعا السنة. إنها المرة شكرا، إنها المرة الأولى منذ 3 أعوام يتمكن فيها أهالي المدينة من الاحتفال بقدوم العام الجديد من دون كورونا والعوائق التي فرضتها كورونا وفرضتها أيضا السلطات هنا لمنع هذا كورونا أيضا من الانتشار بين المواطنين. نعم. الآن كل هذه العوائق منعت، الجميع هنا سعيد يحتفلون بقدوم هذه السنة الجديدة بكثير من الفرح وأيضا نعم ريتا مع عائلاتهم هنا. وأكيد واضح عليك الفرح والابتسامة ويديم عليك السعادة، وأتمنى أن ترتدي سنة 2023 رداء أبيض مثل الذي ترتديه، وأن يكون عام خير علينا وسلام جميعا. خلينا نشوف سلطان السلمي من جدة. جدة غير يا سلطان، يسعد صباحك وأهلا بك في أول يوم في العام الجديد. كيف كانت الاحتفالات في جدة، واليوم شو التوقعات بالنسبة للمملكة العربية السعودية في العام الجديد؟ يا صباح الخير عليكم وعلى كافة مشاهدي صباح العربية، ويا رب يكون عام مليء بالأحلام والأمنيات وأن تتحقق أهداف الجميع يا رب. اليوم مختلف في جدة، عشنا ليلة مختلفة لليلة رأس السنة، وتحديدا في مناطق مختلفة من السعودية. تحدثنا عن العاصمة السعودية الرياض التي شهدت احتفالات ضخمة في مناطق مختلفة، وتحديدا أقيمت ليلة طربية فنية من طراز عالي بحضور قرابة 12 فنان عربي، نتحدث بمقدمتهم أصالة وأليسا ورغب علامة وغيرهم من الفنانين الذي يحيوا حفلا جماهيريا ضخما في البوليفارد سيتي في الرياض. ناهيك عن الألعاب النارية في جدة وفي الرياض ومختلف المناطق في الشرقية وغيرها من المناطق السعودية التي احتفلت بشكل مختلف. في جدة لحظات مختلفة عشناها مساء البارحة، وتحديدا
في بعد منتصف الليل، وتحديدا في كورنيش جدة شاهدنا العائلات السعوديين والسعوديات وكذلك حتى المقيمين، نشاهد الزي الأحمر، توزيع الورود بين المواطنين والمقيمين، وجود الأطفال والعائلات في الكورنيش وفي المنتجعات وكذلك في المطاعم والكافيهات التي تزينت باللون الأحمر، وإقامة الحفلات الطربية والغنائية في مختلف المواقع في السعودية. كان احتفال مختلف. اليوم سنة جديدة على السعودية، من المتوقع أن نشهد يعني تغيرات مختلفة، أحداث مختلفة، نتحدث على مختلف المستويات رياضيا وثقافيا واقتصاديا وتنمويا. اليوم السعودية مقبلة على مرحلة مختلفة من المشاريع النوعية، تحدثنا مشاريع القدية ومشاريع البحر الأحمر ومشاريع نيوم وغيرها من المشاريع التي سوف ترى النور في مراحل معينة خلال مجرى هذا العام في مناطق مختلفة من السعودية. الحفل كان مختلف. مساء البارحة في الرياض حضور جماهيري كبير في بعض المواقع والمجمعات الترفيهية في السعودية، تحدثنا عن مدينة الرياض ومدينة جدة، أجواء مختلفة عاش السعوديين، استقبلوا العام بابتسامة كبيرة، بأمنيات، بأحلام، يعني طالبين الله أن يتم تقبلها منهم وأن تكون سنة مختلفة وسعيدة على الكل. نعم إن شاء الله يا رب، الله يديم السعادة. اليوم جدة عيد بحر. شكرا جزيلا لك سلطان السلامي، ونشكر جزيلا زميلتنا العزيزة والغالية ريتا سليمان. شكرا جزيلا لكم.